ملخص سريع لأبرز ما تم الإعلان عنه في مؤتمر أبل اليوم. في البداية أبل أعلنت عن الأيباد برو الجديد. طبعاً الجهاز راح يجي بحجمين اللي هي الـ 12 أو الـ 11 والـ 13 إنش. أهم ميزة صراحة أنا أشوفها موضوع المعالج الجديد اللي هو الM4، بجانب أن الشاشة صارت بتقنية جديدة. وفي نقطة مهمة، تعالوا معي، مكان الكاميرا تغير، بدل يكون بالجنب صار موجود عندك هنا، وهذه صراحة جدا مهمة. طبعا لاحظوا الماتيريال أو الألمنيوم اللي موجود الآن على الماجيك كيبورد، وكمان عندك بالحجمين. طيب خلنا نوريكم كمان الايباد اير الجديد من ابل. طبعا بنروح نوريكم الايباد اير صار عندنا بحجمين، اللي هو حجم ال11 وال13. هذه موجوده قدامكم، هذا الحجم الصغير، هذا الحجم الكبير. طبعا الالوان موجوده عندكم مثل ما تلاحظون، هذا اللون البنفسجي وهذا اللون الازرق. طبعا تكلمت ابل ايضا عن القلم الجديد، وهو قلم الابل بنسل البرو. طيب قبل أن نختم، هذه ألوان الأيباد برو الجديد، عندك الأسود وعندك الرمادي وعندك الحجمين اللي هو الحجم الصغير والحجم الكبير. خلصنا بعد، أموري تمام، بغي يطقين.